ضيفنا فعلا في اليوم السيد محمد العربي رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم بالمحلفة اللي وقع انتخابه اليوم المدة النيابية قادمة صاحبة القائمة نتاعو. سي محمد شنحوالك؟ مرحبا عايشك والله لاباس الحمد لله. الحمد لله. دونك مبارك لك سي محمد بالانتخابك هذا، وظهر لي ما كان متوقع، معناها ما كان صعيب الفوز. بون دي مومون اللي هي فما قائمه برك معناها ترشحت. سي فري كو بالنسبه للريهان معناها كانتخابات ما كانش صعيب. مي عدد الحضور معناها والناس اللي جات حضرت ما ينجم يكون كان ميساج بوزيتيف، اللي إذا كان معناها 30 نادي معناها اللي تمكن لهم 31 نادي تمكنوا من التصويت، أعطوك معناها وساندوك وزكاوا لك قيمتك، معناها ما ينجم يكون كان حافز إيجابي ليا وللقائمة. باهي، أنت حكيت عن الناس اللي جاوا، وإحنا تعرف الصحافة عندنا قاعدة قريناها سي محمد، اللي نشوفوا التران اللي جا مؤخر مش التران اللي جا في وقته. النوادي اللي ما جاتش اليوم هي الكلوب السي اس اس والشابة، موقف هذا منكم ولا فما اسباب؟ والله الغايب حوشته معه. انا كنت نعرف الاسباب شنو هي، الغايب حوشته معه ما تواصلتوش نتاعه معاهم، ما سالتوش، ما خذيتوش انتم، ما عرفتوش. هو نعرف انه مامور تكونوا عاملين اتصالاتكم معناها في الحمله الانتخابيه نتاعكم ولا ايه؟ سامحني ما سمعتكش مليح. قلت لك نورمالمون تكونوا عاملين حمله انتخابيه نتاعكم، تعرفوا شكون باش يجي يصوت لكم وشكون لا، معناها ما تواصلتوش نتاعهم، انتم باش تعرفوا اسباب على الغياب هذا. والله احنا ديما نشوف نبدا سلامة النية وحسن النية. خويا اللي حضر مرحبا بيه، واللي ما حضرش يلقى الخير. بين الاتوال والشابه نقولوا متوقع شويه باعتبارهم حتى قاطعوا الجلسه العامه الانتخابيه بتاع الجامعه. بالنسبه للكلوب ما كيف كيف، ما عندكمش فكره زاده؟ والله الكريم ما عنديش معه مشكله بالذات لهما لا ليتوال لا الشاب لا حتى جمعيه حضرت، وهذاك علاش نقول لك الغايب حوشته معاه، فهمتني؟ ما نعرفش الدوافع اللي خلاتهم ما يحضروش، ني ان شاء الله يكون خير وني بليس ني موا، معناها تبارك الله معناها الحضور كان اسي ريسبكتابل معناها، فهمتني؟ يحضروا لك 34 جمعيه على 38 بون مالوريزمون 31 برك تمكنوا من التصويت، فما اللي جا مأخر شويه وفما الزوز اللي قانونيا ما نجموش ينتخبوا خاطر الهيئه الانتخابيه للانتخابات ما نهارات انه ما توفرش فيهم الشروط باش ينتخبوا. نقول انا 34 على 88 على 38 فيها شيء ريسبكتابل. شفنا وجوه جديده وجوه دخلت خرجت من القائمه نتاعك سي محمد، ساركي ميركاتو معناها عنده اسباب هذا؟ لا مش باش ناخذوها من جانب، فما ناس عيات فور اكزامبل، فما ناس استقالت من قبل، فما اللي مشى في خطه اخرى، كل انسان معناها اختار تواجده، فما ناس مازالت تحب تعاود، دونك جددنا الوجوه، الناس اللي معناها ما تمكنناهمش باش يعاودوا معنا بدلناهم وجوه اخرى وكرا معناها. وديما نقعدوا خيانه وبالفرصه هذه بالمناسبه هذه معناها نشكرهم ونوجه لهم تحيه. عدم تقدم اي قائمه معاكم معناها هذا فما اعتراف منه كان كنتم كنتوا في طريق مفتوح؟ والله السؤال يتوجه لهم هما بصراحه، معناها انا تو نسمع في اعذار يقولوا معناها اني اللي ديري كانوا تري كورت ودرا شنو، ما نتخيلش انه انسان ناوي باش يترشح للرابطه الوطنيه في 10 ايام باش يحضر قائمه. سيرتو معناها باش يختار ناس إليجيبل وتوفر فيهم شروط، ما نتخيلش العملية في 10 أيام باش يكونها المسلم في القهوة يجيب ناس يحطهم معاه في قائمة. ممكن كان ناوي باش يعمل قائمة راهو حضرها من قبل، فهمتني؟ بين كمل معاك آخر سؤال سي محمد، نعرف عندك شوية التزامات اليوم، شنو نستناو من مكتب الرابطة بخلاف التسيير اليومي للبطولة الوطنية؟ فما حاجات نجمو نستناو في المكتب هذا باش تكون جديدة؟ باش نواصلوا أنا نفس المنهج خويا. ابريتو الرابطه راهو بالنص معناها المهن نتاعها واضحه، ما فماش تفلسيف هذه باش ندخلوا في حاجات خارج اطار القوانين اللي تنشط فيها الرابطه الوطنيه لكره القدم وكل البرنامج الانتخابي ودرسهم. احنا باش نواصلوا نفس المنهج دي ومولي الناس عاودوا تجدد فينا ثقه في بنات ناس راضيه علينا، باش نعاودوا ناخذوا باش نكملوا في نفس المنوال، نحاولوا نعطيوا الناس كل حقوقها، نكونوا محايدين، نقدموا للنوادي معناها
الإعانات اللي نجموا نعاونوهم بهم في إطار القانون. هذا هو أخويا منى. واضح. يعطيك الصحة سي محمد العربي على كل هذه التفاصيل، بالتوفيق لكم إن شاء الله في المدة النيابية القادمة اللي تدوم 4 سنين إن شاء الله. يعيشك مرحبا. دونك نمشيو مع فاصل مع الموسيقى بعد.